استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، سعادة السيد ستيفن هولي نائب رئيس الوزراء بجمهورية سلوفاكيا، حيث رحب سموه بنائب رئيس وزراء سلوفاكيا واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية سلوفاكيا، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين على كافة الأصعدة، بما يحقق التطلعات المشتركة وينعكس على نمائهما وازدهارهما. من جانبه أعرب نائب رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، معربا عن تمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء.